والله احنا اهالي منطقة سوق الصغير نطالب الاعمار، هاي الجوامع عندنا هوني مهدمة كلها، ما حد يجي، لا يجينا ابو بلدية هوني يفوت علينا، ما حد يجينا نهائيا على هاي المنطقة. هذا جامع خنجر خشب، هذا الجامع كان مضغوب بالبداية وجو زالونه كلته، جت المنظمات هوني البيوت اللي عمروها زدتوا الانقاض مالهم كله هوني وقالوا دي نجي نشيله وما حد جاء شاله، وهذا صار مكانه للجامع هكذا. هسه عيمه اللي يجي عمره يجي يخشى على انقاض البينو يعوفه ويمشي، يقول اقل شيء هذا 3-4 ملايين بس يشيلون الانقاض منه. احنا هوني ما حد يفوت علينا نهائيا، لا يجينا ابو بلديه، لا يجينا ما اعرف ايش، هسه على تدير الكاميرا اللي هنوك تصور تخشى على النفايات كلها مستوتي هنوك، يعني وضعيتنا حيل تعبانه. والله الناشد المعنيين هي من المسؤولين عن هاي المناطق كلها، هي يجون يخشعون صوره حل هوني الاوقاف، يجون يشيلون هاي الساحه عندنا هوني، هاي الساحه مسدود الفرع بيها، جو فلشوها على اساس كان اكو بيها عجله مفخخه موجوده وهذه وفلشوها وعافوها، هاي من 6-5 برمضان. احنا هاي محلاتنا هنا بالسرشخانه، وهي هسه هاي عماره طوابق من ليله العيد، المقاول عافه وراح، بيها سيارات مفخخه، يعني لا نقدر نكمل شغلنا، حتى العالم تخاف ترجع عليها. يقولون ما مفخخه بس السيارات موجوده هنا جوا الانقاض، ليش ترك المقاول؟ عافه وراح. اكو تراكتر واكو سياره فورد كلها بعد على حطته موجوده، المقاول عافوا راح، يعني لو ما يعرف فيها شيء ما يعرف يروح من ليله العيد، من رمضان يعني ما من هسه ليله العيد برمضان. والله ماكو احد عالم، بس 4 بيوت راجعين هنا، يعني هسه تفتر كلها منطقه بلد مهجوره، ماكو كل احد. يعني لا شوف اصحاب المحلات ما يرجعون من ورا، ماكو يعني لمن يرجع، عليه من يرجع. هسه تطلع انت على الشارع بس لا تغرك المنظر قدام العالم رايحه جايه، بس تفوت داخل ماكو كل احد داخل. والله يا ست الجوع بلطونا، خلف الله عليكم كما يقولون العوجات، وهاي يجون يعمرون البيوت. ايه والله معناته يعني ما يعني قصه الانقاض، الوسخ ما وسخ ما يجون يشيلوه، هذا كلام جو البلديه والله خلطي شالوه هالموجود هذا، يعني ترجع مرت الاخ. شلون عايشين بهذا المكان؟ والله من لا شاره ما عندنا، يعني جاب حق جار بيت ما عندنا، يعني الله كما يقولون ارحمه خلف الناس البيت قاعدين بينه. اجل عندنا بيوت رجعوا هنا؟ والله هسه منطقتنا 4 بيوت 5 بيوت من القدماء يعني موجودين. واني بسالم البنا وما سالم البنا، هذا جمع خمس خشب جاء قبل يومين ولد شخص، بعث ولد شخص من امريكا على اساس يعمروا على حسابه. خلف الله عليه.